المواصلات بكل أنواعها هي العمود الفقري في أي بلد. المترو، كم دولة عربية فيها مترو؟ شفنا إبداع الحقيقة في دبي. طبعا أول ملاحظة، شفتوا دي؟ فاكرين دي؟ فاكرين دي ولا مو فاكرينها؟ بس هنا كان لونها أصفر. وهذه تجدونها أعزائي في كل شوارع اليابان، أشياء مخصصة للأعمى فمجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا ممتاز ورائع. شيء جميل جدا. ممنوع الأكل والشرب غرامة 100 درهم. No eating, no drinking. And where are you from? From India. India. You check for the food and people are eating and not. Anybody is eating inside is giving. Fine. And they pay it immediately or they just pay? Immediately. الهندي اللي مع الأسف مع الأسف مع الأسف في بعض البلاد محتقر والناس تنظر إليه نظرة دونية. هنا له صلاحيات وله مسؤوليات ويحيى حياة كريمة ومحترم ويدي مخالفات للمواطنين. النظام ماشي على الكل. مرة عجبتني اللوحة اللي حاطة كل الأنظمة وغرامة كل نظام، من أمن العقوبة أساء الأدب، عشان الواحد كل واحد يكون عارف اللي ليه واللي عليه. هذا النظام اللي بنقول عليه. شوفوا جدول بالله الغرامات. استخدام بطاقة مخصصة للغير، يعني لو استخدم بطاقة غيرك 200 درهم. وضع الأقدام على المقاعد 100 درهم، يعني لا تجلس كأنك جالس في البيت وما تدلي رجلك على الصوفة. في نظام وفي أدب، هذه ما في في اليابان. البصق 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 أو رمي المخلفات 200 درهم. شفنا تجسيد الأخلاق والاحترام والأدب في الأنظمة اللي موضوعة في المترو، فبالتالي شوفوا النظام. كيف الحال؟ طيب احنا هنضطر نصور بالكاميرا الصغيرة دي لانه ما عندنا اذن تصوير في داخل القطار الاندر جراوند حق لندن. وقارنا طبعا مترو لندن، مترو لندن لا يقارن في دبي من ناحية انه كبير جدا قديم جدا، اكثر من 100 سنة المترو حق لندن، بيركبوا عشرات اضعاف اللي بيركبوه في دبي. ولكن حرصت اني اقارن جزئية واحدة وهي جزئية الاخلاقيات والنظافة في المترو. قزازة بيبسي. ايوه لندن. كنت سعيد جدا أني أشوف تجربة الإمارات تفوقت على مترو لندن في هذه الجزئية، في جزئية النظافة وفي جزئية وضع قوانين واضحة. سمعتوا عن مترو دبي؟ إيش سمعتوا عنه؟ ما هو مرة مستخدم، فاضي، ما في اللي هم البوتنشال كاستمر بالنسبة لاستخدام المترو. طب ليه سووه؟ البرستيج أكثر منه للخدمة. شوفوا زحمة القطار وكيف أنه فعلا بيستخدم من كل الناس وأنه نظام عملي. وشوفوا تنوع الناس اللي بتستخدمه. So where are you from? India. India. What do you do here? Your students? Yeah. So you use the train a lot? Yeah. Every day? Yeah. أنا من فلسطين. من وين؟ من دبي. ما شاء الله. المغرب. الأخ من فين؟ سوريا. باكستان. إيش أحسن شيء أو أكثر شيء عاجبك في الموضوع؟ أول شيء لأن مريح وهادي سريع. مكة. وآمن. وأحسن شيء إنه في مكان مخصص للنساء والأطفال. فمرة أخرى تحية لدبي ودعوة للعالم العربي أن يستفيد من هذه التجربة. رجاء. المطار واجهة أي بلد، المكان الوحيد اللي كل الناس اللي داخل البلد لازم تعدي عليه. طيب مطار ايش؟ مطار دبي الدولي. مرحبا بكم. نقيب علي حبيب. نقيب علي حبيب، صحيح. اولا شكرا جزيلا على انه يعني اديتونا اذن نصور. اول تحيه لمطار دبي انهم طلعوا لنا اذن تصوير في يوم وصورنا في المطار بكامله. وسالت المسؤول هناك، قلت له يعني طلعتوا لنا اذن بسرعه. والله هذا بناء تعليمات سعاده المدير. مرحبا بكم، نقدم كل التسهيلات. تحس فخور بهذا المطار، دائما اللي على راسه بطحه يمنع.
طبعا اليوم بصمة العين هي أحدث أجهزة في العالم تستخدم في مطار دبي. تدخل فيها أشخاص غير مصلحة من دخول دولة الإمارات أو عندهم مشاكل سابقة. هذه البصمة تلتقط أي شخص لو غير اسمه، جنسيته، جوازه، حتى لو حط عدسات لا سطر. دام الشخص ما عليه أي حاجة الكمبيوتر يعطي جو. أوكي. ما في مقافلة. طلع له إنه ما في إشكالية. أي. لم يتم العثور على الشخص. الشخص. أي. الشخص فبالتالي معناها إنه ما عنده أي أول حاجة. مرة. لا حتى جاء عدة مرات لكن ما عنده أي إشكالية سابقة. تمام. نشوف هذا كم حياخذ وقت. شفته ما عنده مشكلة. 17 ثانية 17 ثانية هذه البصمة. أه. بصمة عين صور بطريقة هذه. هذا على قيد. على قيد. على قيد. على حظنا. الشخص هذا ما يسمح له بدخول الدولة. عنده إداري دائم. اللي هو دخول بقى بعد إداري دائم. هذا سابقا كان موجود غير اسمه. أه. وفوق هذه الكاميرا التقط. تعرفوا هذه التقنية في الإمارات من متى؟ بصمة العين من 2003 شغالين عليها صار لهم 7 سنين. قارنوا هذا بكل مطار في العالم العربي وشوفوا. لا 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 يعني أنا أسأل سؤال ليه يعني؟ إيش الفرق بين هناك وهنا؟ هذا أنتم مصممينه؟ أنا مسوينا. عشان سهل امور الناس سوينا بوابه الكترونيه الناس ما يكون الطوابير البوابه الالكترونيه ما استخدم جوازاتهم. في ناس كثير محتاجين صفحات الجواز. أه. صوره الشخص وتفاصيل كامله عن الشخص اللي بيدخل دوله الامارات وبيصير عنده دخول في السيستم عندنا الجهاز هذا للبصمه اوتوماتيك يعني هو ياخذ دخول الاشخاص وتلاحظ دخول شوف دخل بين السيستم من دخل الدوله. لاحظت سرعه الدخول من اول ما عدى الى ما طلع بالجوازات خلاص الموضوع انتهى بالبطاقه حقته. اثناشر ثانية المسافر الجوازات حط بصمة 12 ثانية هو برا المطار. قارنوا. أتمنى أنه العالم العربي يتنافس في هذه الأمور يصير في منافسة على مين أسرع مطار في العالم العربي في خدمة المسافرين. 12 ثانية عيننا أيها المشاهدون نحن لسنا في الستينات في صف العيش ولكننا في سنة 2009 عين. Canada. Canada. We just wanted to ask you about the Dubai airport. Very easy to get through. Great airport. Long lanes, space, friendly, good help. Do you use a lot of airports around the world? Yes, I do. How many airports have you been into? These 40. 40 airports. Rank this for me. It's in the top five. Top five. بناء على التعليمات السامية من سمو الشيخ محمد بن راشد طبعا. عندنا أسلوب أن المسافر يعان ولا يهان. يا سلام عيد لنا هي تاني عجبتني جدا الجملة هذه. المسافر يعان ولا يهان. المسافر يعان ولا يهان. ولا يهان. يا سلام. طبعا إحسان هذا كله اللي قاعدين نشوفه من باب الإحسان. لما نشوف مطار راقي وعجبني جدا مقولة المسؤول قال لي إحنا عندنا شعار في المطار المسافر يعان ولا يهان وهذا شعار عند كل المسؤولين في مطار دبي. يعني أعتقد أحسن مطارين حاليا في العالم العربي كله مطار دبي واعتقد مطار قطر. يعني ايضا قطر عندهم ابداع في المطارات والمطار الجديد اللي في مصر ايضا تحيه لمصر الحقيقه لانه في تطور رائع وجميل. ومطار القاهره اليوم للخطوط المصريه افضل من الكثير من المطارات في البلاد العربيه النفطيه. شيء جميل اللي عاملينه في دبي مواقف الانتظار حقت الباصات مكيفه
تجلس مغلقة، تجلس كده بكرامة واحترام. طبعا هنا وهنا برضو أيوة مكتوب اسحب لفتح الباب إشارة مشان الراكب مشان يفتح الباب ممكن يدخل. الركاب هنا خريطة دبي طبعا هنا مجهزة خريطة الباص خريطة الحافلات والمترو طبعا جميع أنحاء تغطي جميع أنحاء دبي. الحين إحنا في خواطر، الهدف إنه نصلح من الأمور مو نزيد الأمور سوءا. في خواطر خمسة كنا غطينا الباص في إحدى المدن وغطينا المحطة حقت الباص، جلس في المحطة وجلس مستني وتأخر الباص إلى آخره. فاكرين شوفوا تجربة ركوب الباص في وسط إحدى المدن. طبعا هذه المفروض أنها محطة الباص وقوف الباص. أيوة هنا كانت صح، هذا باقي الكرسي يمكن ما في داعي نفهم خواطر بالعكس، يعني الهدف هو أنه نتقدم ونرجع لورا ونلغي الموضوع عشان ما حد يحاسبنا على الوقت، بس المهم الآثار باقية. فهذه زي الأطلال هنا تجيبوا أولادكم كذا لما نكون كذا في يوم جمعة كذا نجيب الأولاد. هنا كان في ترى محطة باص زمان كذا وكنا نجلس فيها كذا، يعني زي آثار يعني. قالوا لنا أنه بطل حتى في مواقف الباص، شالوا المظلات اللي كانت زمان وصار الواحد يوقف الباص زي التاكسي. بالضبط، هو ما في أي مظلات هنا موجودة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت أبغى أستفسر عن محطات انتظار الباصات. ما في غير محطة واحدة. هل الباصات الواحد يوقفها في اي مكان ولا لازم ولا في محطات معينه؟ توقف في اي مكان. ايوه يوقف، دخل فيه، دخلوا في بعض. ما طبعا لانه ما في نظام اصلا. يا سلام كذا بس، الله اكبر. السلام عليكم. دحين اي واحد يوقفك في الشارع توقف؟ اي اكيد. في بطاقه؟ يعطيك بطاقه؟ اعطيني هذا مليان يا مس هذا. ايوه لا ما في شيء مثلا تشتري كذا حق الشهر كله؟ لا لا اخذ كل مره تدفع. لا اخذ الهادي بس. تاخذ هذه بس؟ هادي بس. او الراكب اول ما يطلع عنده بطاقه نول هي يستخدمها في جميع وسائل المواصلات في دبي. هذه يكون بطاقه مدفوعه مسبقا؟ بطاقه مدفوعه مسبقا زي حق المترو. نفس المترو يستخدم هنا في الباص المائي ومواقف الحافلات نفسها. أيوة. تستخدم في كل المواصلات. كيف الواحد يعرف مواعيد الباص؟ هذا الجدول هنا، هذا الجدول، هذا الجدول، هذا موعده، هذا جدول المواعيد. هنا في عندك موعد السبت الخميس، في هناك موعد ايام الجمعه والعطلات. طيب احنا في القرن 21 خلاص الناس بتتكلم على القمر والذهاب الى المريخ واحنا مو عارفين نظبط باص. احنا يعني لانه من سنتين تكلمنا عن ذوي الاحتياجات الخاصه بيصير في كذا حاجه مكان كذا يطلع فيه في حاجه هنا الزر هذا. ايوه حق أفوطي. حق يوطيه يركب باص مره شويه. ايوه طب ممكن تسوي لنا هي هذه واحنا نازلين الحين؟ هذه الخدمه حق ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عاملينها. ها كيف مش شغاله؟ مش شغاله؟ ليه مش شغاله؟ لا 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 احزن احزن احزن، لو هذه المفروض توطي. ايوه ما بتوطي. ينزل هذه حتى عربات الاطفال احيانا تستخدمها او كذا فيطلع العاجز هنا وياخذ مكانه ويجلس. المقارنه باليابان كان ممكن نطلع اعذار، بلد صناعيه صار لها 100 سنه ما عندها المشاكل اللي عند العالم العربي، ما كانت زينا محتال، يعني كل الاعذار ممكن تطلع انه لا لا نستطيع ان نصل الى اليابان. بس لما نضرب مثل ببلد عربي هنا صار في علامات استفهام كثيره على البلاد العربيه الاخرى، ليه ما هي ماشيه بنفس السرعه؟ عندي احساس انه بعض الناس حيتحسس من مقارنة العالم العربي بالإمارات أكثر من التحسس اللي صار بالمقارنة باليابان. فأتمنى أن يؤخذ الموضوع على محمل التحدي والتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا التنافس اللي نبغاه، ما نبغى أحقاد وشماتة. فممكن ما نتحسس، ممكن نختم الحلقة بأنه ما نتحسس، بالعكس هذه المقارنة تكون دافع لباقي العالم العربي للعمل وللتطور.